وبهذه المناسبة الوطنية التاريخية، فقد احتفل الأردنيون الأحد الماضي بمرور 100 عام على تأسيس دولتهم الأردنية، مؤكدين خلال الفعاليات التي عمت محافظات المملكة أن وطنهم أثبت خلال مئويته الأولى قدرته على الصمود في وجه كل التحديات، وذلك بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ووعي أبناء شعبه وحالة التلاحم والتماسك الفريدة التي ميزت العلاقة بين أبناء الشعب الواحد على مر تاريخ الدولة. وبهذه المناسبة الغالية، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسماء آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة، راجين تحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. كما أشادت السمعان بدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، لافتة إلى مساعي المملكة الرائدة في تعزيز قيم التسامح والوئام ومحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معاهدة جلالته على المضي قدماً نحو المزيد من العمل الدؤوب من أجل رفعة الأردن وشعبه الوفي وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتقدم. سطر الهاشميون تاريخهم المجيد بأحرف من مجد وفخر واعتزاز، فكانت الدولة الأردنية ولا زالت يقوم حكمها على الاعتدال والوسطية والحوار والديمقراطية، وذلك على مدى 100 عام وطوال عهود الملوك الهاشميين في الأردن من الملك عبد الله المؤسس وحتى الملك عبد الله المعزز، عهود مشعة بمنارات الإنجاز والنهضة اعتلتها بيارق الوحدة والانتماء للأرض الطاهرة والولاء للعرش الهاشمي الغالي. وقد دأب الهاشميون منذ توليهم الحكم على تبني نهج جدهم النبي محمد الذي أرسله الله لنشر قيم التسامح والرحمة بين الناس، وبقي هذا النهج راسخا يتوارثه آل البيت الأطهار حتى حمل رايتها الشريف الحسين بن علي الذي قاد نهضة الحق والعدل، فكانت ثورة تحمل التسامح والاعتدال. وتسعى المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة لتعزيز الإنجاز والنهضة والنماء منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول ابن الحسين الذي استشهد مدافعا عن القدس والمقدسات من أجل فلسطين وأهلها الذي افتداهم بروحه الطاهرة. ولنا في مسيرة جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله وجلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراهما شواهد لا حصر لها على الثبات والدفاع عن قيم الرحمة والتسامح والمحبة، وصولا إلى الأجيال الحاضرة التي نهلت من الإرث الهاشمي طيب القيم وفضائل الخير. ومن الأقوال المأثورة لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال عن أهمية الوجود المسيحي في الشرق وصفه للمسيحيين بأنهم جزء من الغراء الذي يربط مجتمعنا معا ويزيده إيمانا وتماسكا. وعندما تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية حمل هذه الأمانة بكفاءة واقتدار وأدى رسالة الأباء والأجداد داخل الأردن وخارجه مدافعاً عن الحق في جميع المحافل، وله سبق المبادرة والريادة في هذا المجال حين أطلق رسالة عمان ومبادرة كلمة سواء التي تشكل رؤية للعيش المشترك. كما جاءت مبادرة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان كحدث عالمي تبنته الأمم المتحدة ليصبح الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام مناسبة لتذكير العالم بقيم المحبة والوئام.
وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة أن المسيحيين ساهموا في مسيرة بناء الوطن، وأن الأردن حريص على تعزيز التآخي والتعايش بين أبناء الديانتين للإسهام في مسيرة بناء الوطن النموذج الذي نرنو إليه جميعاً. وأوضح جلالته أن الجميع في الأردن مسلمين ومسيحيين يشكلون أسرة واحدة متكاتفة يعملون يدا بيد من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، وهو بذلك يجسد القيم المشتركة في المحبة والتراحم والتسامح بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية. وإضافة إلى ما تحقق من إنجازات في عهده، فقد نال سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني أرفع الجوائز في مجال حوار الأديان والتآخي والسلام في تتويج لثمرة جهود جلالته الدؤوبة لتعزيز الاستقرار ونشر قيم التسامح، سائرا على خطى الأجداد الواثقة من صلابتها ووضوحها وعدالتها. فاستحق جلالته جوائز مصباح السلام وتيمبلتون وصانع السلام والقديس أندريه لحوار الحضارات ووسام الاستحقاق الذهبي لمدينة أثينا، إضافة إلى جائزة الشجاعة السياسية. وعليه فإن الأردن وبقيادته الهاشمية جسد منذ تأسيس الدولة حتى اليوم أسمى معاني الوحدة والاعتدال وحب الآخر وإغاثة الملهوف واستقباله لكل من طلب المساندة من مختلف البلاد الذين اختاروا الأردن لأمنه وأمان العيش به.